ما انتوا عارفين ان اخدت اكونت سكورة كان واخد سالب جواهر وصاحبه كان عايز يعتزل بسبب سالب الجواهر، فقلت ادخل وافرحه وافك له سالب الجواهر. وكنت بقول في الفيديو ان يا رب يكون معايا اكونت زي ده او يجي لي هدية. واللي حصل ان صاحب الاكونت كلمني وقال لي اعمل لك هدية جامدة، وبصراحة ما كنتش متوقع الهدية دي خالص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيديو جديد من قناة دريتوس جيمنج. فيديو الرجاء هيبقى فيديو جامد جدا، عشان فيديو النهاردة يعتبر اغلى هدية جاتلي في الدنيا كلها، اغلى هدية جاتلي في الدنيا. النهاردة زي ما انتوا شفتوا في الفيديو اللي فات كانت نهايته ان صاحب الاكاونت اللي هو الساكورة وفول من كل حاجة كلمني في اخر الفيديو وقال لي ابشر على الحساب، واللي هو قرره ان هو هيديني الحساب لمدة يوم كامل، وكمان هيديني تحديات. التحديات دي لو كسبتها فهو هيمدلي في فترة اللي حوض فيها في الاكاونت. يعني النهاردة التحدي عبارة عن ان هلعب جيم كلاش سكواد مفروض اكسبه، وجيم سولو سكواد او دي سكواد في الرانكد، ومفروض اجيب اعلى من كلات اعلى من 5 كلات او اكسب جيم رانكد. فالموضوع ده هيبقى جمدان والموضوع هيبقى حماس، وانصحك تتفرج على الفيديو من اوله لاخره وتحط لايك وسبسكرايب عشان نرجع التفاعل ونظبط الكلام ونطلع ترند ونوري الناس يعني ايه جيش الغلابة. كل طلبه منك لايك وسبسكرايب وتتفرج على الفيديو لحد اخره وتشوف الجمدان والتحدي الجامد، وتتوقع في الكومنتات انا هكسب التحدي ولا لا. ويلا بينا يا جدعان نخشوا على اول تحدي باللبس الروقان اللي انا لابسه، باللبس الجمدان. نشوف العيال دي عايزه ايه. ده ايه ده؟ في ايه؟ في عروسه. استني ايه الفستان ده؟ يا عروسه عايزه تجيبيني بوكسات؟ ده انت ليله دخلتك النهارده، ده ليله دخلتك انا اللي عاملها عليكي، انا اللي عاملها عليكي. اديكي رقصه بقى، اديكي رقصه بنسبه فرحك بقى، بنسبه التنوره اللي انت لابساها. موت يابا، موت يابا، انت بتضرب على مين يابا؟ بس بذمتكم يا جدعان، ايه رايكم في الطقمايه؟ ايه رايكم في اللبس؟ ايه رايكم في الجمدان؟ هيب هوب على ساكورة على بتاع. بس خلينا نركز بس عشان التحدي وناخد الحساب. استنى بس روق كده. ماشي 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 ماشي. استنى استنى، مش بتجهد ليه؟ بايظ ولا ايه؟ اليو اس بي ده بايظ ولا ايه؟ استنى يروق. يلا يلا استنى، يمين وشمال يا جدعان، في ايه؟ روقوا هي دي يا جدعان مشكله، هي دي مشكله الساكورة، ان انت تلبس ساكورة او حاجه نادره. ايه يا جدعان، ايه يا جدعان، ما تصعبوش على الموضوع. هم جايبين واحد واحنا صفر وصحابي كلهم ماتوا، انتوا بتصعبوا على الموضوع يا جدعان، بتصعبوا على الموضوع. مش عايزين اخد الاكونت. استنى بس كده ايه، الواد ده شكله اهبل وشغال يروح يمين في شمال. اهو هيفنش كله. اهو اهو الواد اهو ورا الدروب على طول، هو الواد ورا الدروب. انا هستناك، انا ما وريش حاجه، انا فاضي، انا هتكلم مع المتابعين، احلى متابعين في الدنيا واحلى اخوات مش متابعين. اهو الواد طالع، الواد طالع. تعالى حماد، تعالى حبيبي، مفاجاه مش كده؟ مفاجاه. جامد جامد. واحد واحد هنكسب ان شاء الله، هنكسب التحدي ان شاء الله، هنكسب التحدي والجمدان. نطلع على السفينه ونشوفوا الكلام والجمدان. انا عايز راجل يطلع من هنا، انا عايز راجل يطلع من على الشمال. اهو تعالى تعالى اول راجل ده، انا عايزك تطلع بس. ده انا حرق، ده انا هشغل عليك شتاء، هشغل عليك الطلق شتاء. استنى بس كده، ايه ده؟ في حد بيضرب على مين ولا ايه؟ اه بيتعاركوا بيتعاركوا. استنى استنى استنى، حور؟ مين حور دي؟ ده عشوائي ده ولا جايين منين دول؟ حي. لا لا دي شغلها بقى، اخويا اخويا ما يموتش، اللي هو اكونتي سابقا بقى، مش عارف هكمل فيه ولا هكمل في ده، مش عارف على حسب التحدي بتاع النهارده. روق كده بس. ايوه جابهم. عاش اخويا، عاش اخويا، عاش اخويا مورو. تعال نطلع فوق بقى تاني عشان نظبطوا الكلام، ولازم يا جدعان نكسب. انا هكسب النهارده. استنى بس كده، استخبوا هنا، انا عايزك تطلع لي. ايوه ايوه عايزك حلو كده وتطلع. انا اقعد ارش. بص بص بص، هيطلع اطلع نفسك بس كده. جمدان ده، الجمدان ده، الروقان. انا هكسب التحدي، انا هكسبه ذوق عافيه، هكسب التحدي واخد الاكونت. عاش. انا بصراحه يا جدعان كسكوره الغلابه بحب المناطق العاليه، وخلينا نطلع فوق كده عشان يبقوا كلهم تحت ونجيبهم. اهو اول واحد اهو، اول ضحيه. ما ماتش ازاي سكايلر؟ سكايلر بسرعه، هيموت هيموت. ايوه بس اقعد. احيانا ما ماتش ازاي يا جدعان، انا مديله طلق كتير وفعلا على يميني. روق، انا عايزك تروق. استنى اهو الواد هجيبه اهو، الواد اطلع. انا عايزك تطلع، انا عايز حد يطلع بس. اهو بس اقعد اقعد كده. مش مش حلوه قوي. فنشوا فنشوا بالله، فنشوا يا حور انت ولا اسمك ايه؟ فنشوا. ماشي خلينا ننزلوا بس عشان الزون يا جدعان. انا شغال انوك فيهم ويصحوا، انوك فيهم ويصحوا. ما فين؟ اهو فعلا اهو. استنى بس روق كده، روق بسكوت. انت اقعد اقعد كده. والله العظيم يا جدعان الواد ده انا جبته اكتر من مره، انا جبته اكتر من مره، وكل لما اجيبه صحابه يصحوا. فهد على الشمال. حلو 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 حلو. روق روق. اصل انا بص يا جدعان ذوق عافيه، هكسب التحدي، والتحدي صعب ولسه في جيم رانكد، بس انا هعمل كل بصوا كل ما بدالي. انا عايزك بس تتفرج وتتمزج على اللي انا هعمله. روق كده. في واحد فوق هنا على اليمين وفي واحد على الشمال. انا مش عايزك تغفل بس خليني بهدوء وبحلاوه. اهو الواد
اهو، ما اعرفش انا معايا سكالر ولا ايه. اوعى كده ماشي، واهو الواد ده افتح اللي سكالر بس. اقعد يا اقعد يا اقعد اقعد، انت بتعمل ايه بتعمل ايه بتعمل ايه؟ انا معايا سكالر يا غبي، ما انا لسه عاملها فيك. ماشي روق كده، وفي واحد فوق، في واحد فوق، استنى 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 روق بس، خد الهيد كده واقعد. جامد جامد يا جدعان، ايه رايكم في الهيدات؟ والله جامد، عاش عاش قوي. فاضل كده واحد تحت، انا كده جايب اتنين، عايزين نكملها بقى تلات كلات عشان نبقى نستحقوا ام الجيم ده. ماشي، وهنبقى تلاتة واحد ونص الكلام. استنى بس طلعني من هنا كده. ايوه على النطه، شفتوا بلعب باركور انا يا جدعان، انا بلعب باركور. اهو الواد اهو الواد اهو، اطلع لي على الشمال يلا، اطلع لي على الشمال وخليك جدع، خليك جدع. انت لو تعرف ان انا بقابل تحدي زي ده، بص هتديني الكلات، هتديني الكلات كلها. اهو الواد طلع اهو، استنى بس روق كده. هدات كله هدات، قرص الراسه جمدان، فوق معايا فوق معايا هلا جامد. يا جدعان يا جدعان، الموضوع بدا يصعب قوي، جابونا راوندين واحنا تلاتة، تتخيلوا ممكن يكسبونا ولا ايه؟ انا خايف يا جدعان، انا مش عارف ايه ده. استنى بس، في مول اللي مش عارف ايه ده هيموت، والدنيا بقت صعبه، الدنيا بقت صعبه. يلا بينا بس، انا رايح اغفلهم، انا رايح اغفلهم. يا رب صحابي بس يموتوهم ما يموتوش، يا رب يموتوهم ما يموتوش. عاش، تقدروا. ايه ده 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 ايه ده، اربعه كل مين الجامد ده؟ عاش عاش يا جدعان، اول تحدي كسبناه، عاش قوي. وبكده يا جدعان احنا كملنا اول جزء من التحدي، فاضل الجزء الثاني اللي هو جيم رانكد سولو سكواد او ديو سكواد. فانا هخش دلوقتي ونشوف اللي هيحصل، ولازم اجيب كلات اعلى من خمسة في الديو سكواد او السولو سكواد. وانا عارف ان الموضوع هيبقى صعب جدا، بس هعمل اللي عليا وهحاول واجيب الجيم ان شاء الله. وان شاء الله لو ما جبتش الجيم اعمل جيم حلو جدا. تتوقعوا يا جدعان ان انا ممكن اكسب فعلا التحدي واخد الاكونت تاني ولا ايه الكلام؟ انا بصراحه مش عارف، يعني الديو سكواد دي حاجه صعبه جدا، تخيل انت بتلعب اربعه على اتنين، فالموضوع هيبقى صعب جدا. خلينا ننزل ونشوف الكلام الجامد الرايق. وكمان انا بكره المنطقه دي وبكره الماب دي، بس ان شاء الله خير، وانا واثق في ربنا ان ربنا هيوفقني ونعرف نجيب الجيم ده ونكسب، او نجيب على الاقل كلات كتير ونعرف نجيب سكوادات ونظبط الكلام. نزلنا الاول اي حاجه، بس اي قبل اي حاجه، عايز سلاح، سلاح بالله بالله يا فري فاير، نزلين على سلاح، خوذه وشنطه ماشي، حلو 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 حلو. اهو سلاح اهو، مع ان السلاح ده مش حلو بس خليه معانا خليه معانا. هات كده بس ايوه، دم دم، انا عايز دم والكلام ده، وهات الكلام ده كله. ايه ده الزحليقه دي ولا نزلني في الزحليقه؟ انا بحب التفاهه قوي اصلا. اوف اوف اوف، لا لا، في ناس في ناس، في سكواد، في سكواد عند اخويا، في سكواد عند اخويا. لا لا، روق روق روق، وفي واحد جنب هنا، في واحد جنب هنا اللي كان بيضرب على مورو او بيضرب على الاكونت القديم عن اللوجيش غلابه. روق روق روق، هو كده نزل ولا ايه؟ استنى بس، انا عايز اسمع صوت بس نزوله، عايز. ايوه نزل نزل نزل، روق كده روق. هو راح فين؟ روح راح فين؟ تعال تعال تعال، اقعد اقعد ماشي حلو. واحد تاني على اليمين، اقعد. عاش جامد يا جدعان. فين التاني؟ فين بقيه السكواد؟ فين بقيه السكواد؟ استنى بس، فنش فنش اهم حاجه، تفنش. مش عارف اجي لك، انا مش عارف اجي لك صحيك، الموضوع صعب. استنى، في ناس في ناس. لا 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 لا، حاول تجري حاول تجري حاول تجري تجري. هو فين الواد ده؟ فين الواد ده؟ حلو الشجره دي قوي. ماشي، روق روق بالهدوء وبالروقان. انا كده كده مرومات، فانا ما فيش حاجه تشغلني، انا كده سولو سكواد يا جدعان، يعني كده مش دول سكواد. بس انا عايز اروق عايز اروق، انا عايز اوصل عند الصخره عشان اخد اي طلقه، اخد طلقه اي حاجه او سلاح حتى. ماشي حلو حلو، اخدت 30 طلقه. في واحد فاضي على اليمين، في واحد قصدي على الشمال. روق كده، خد دول خد دول. استنى بس، ايه ده ايه ده، في ايه في انت هتحط لي ثلج جلا وهتمشي لي كده؟ افتح لي بسكالر، افتح لي بسكالر. اللعبه تعلق يا جدعان، يعني الريندر ده الريندر ده عشان في ناس كتير جنبي. روق روق، انا عايز اقل من الواد ده بصراحه، عشان جاب اخويا وضحك عليه، جاب اخويا. اضحك يلا، وريني نفسك يلا. انا عارف الموضوع صعب واللي انا بعمله ده استهتار، بس ماشي ماشي، انا هجيبه انا هجيبه. ارقص ارقص ارقص، ايه ده ده خطر قوي خطر قوي. انزل ماشي، اطلع. روق 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 روق، يلا اقعد اقعد. انت فكر هتمشي لي اوبن كده عادي؟ انت بتلعب سكواد غلابه يلا، فوق. ايه ده، شايفين ماشي ازاي يا جدعان؟ انا معيش غير تسع طلقات، تسع طلقات وتومسون بس، انا مش عارف اعمل ايه. الجيم كله عرف ان ساكورا، وكله بيجي عليا. اهو في سكواد قدامي اهو على اليمين، تعال 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 تعال. السلاح ده طلع حلو يا جدعان، بس انا معيش طلق، معيش طلق. استنى افتح بسكالر، وفاضل له طلقتين متهيألي، فاضل له طلقتين. تعال 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 تعال، هتيجي هتيجي. ايوه تعالى، ازاي ما ماتش؟ الطلق خلص، طب اعمل ايه؟ اعمل ايه يا جدعان؟ لازم اجري. الموضوع بدا يصعب قوي، في ناس بتصحى على اليمين قدام. بدات اتوتر، انا بدات اتوتر، مش عارف هعمل ايه يا جدعان. ال 30 طلقه حلو، لقيت 30 طلقه من دمي بس كده، واطلع تاني للواد ده، لازم اجيبه لازم اجيبه. وراح فين؟ واكيد عارف ان انا مشيت، فهيرجع تاني، اكيد هيرجع تاني وهيفكرني مش. اهو تعالى 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 تعال. ايوه وقع، حلو قوي حلو قوي. اتفنش كمان، في صوت عربيه. طب اعمل ايه يا جدعان؟ اعمل ايه انا؟ اهو جاي جاي. روق 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 روق، تعالى
تعالى ازاي ما جتش دي؟ طيب ما مش باين غير حاجه غير في دماغه، مش باين حاجه غير دماغه. سكايلر والله ما هحلك، انا هطلع غل كله فيك. تعالى تعالى اقعد اقعد يا اقعد يا سكران كلام هنا. يلا هتتجمعوا عليه كل السكوادات هجيبكم برضو. عاش عاش، 4 كيل يا جدعان، 4 كيل كده، 5 كيل. حلو حلو، فاضل لي كلها واحده وكده ابقى شبه كملت التحدي، شبه كملت التحدي. تمام ماشي، حلو حلو. انا كده كده انا عملت اللي عليا وصحيت مورو. تمام صحيت مورو، احنا كده 2 سكور. عشان كده الناس بتيجي علينا، عشان كده الناس بتيجي علينا في كل حته، كل حته اروحها ما اعرفش بيعرفوا مكان ازاي. اهو في واحد جنبي. طب ازاي مش عارف اعرف مكان؟ اهو اهو هو اهو، خد رد يلا اقعد. انا مش فاهم بيقول ازاي يا جدعان، والله العظيم دي حاجه غريبه. الناس بتجيلي من كل حته، طب اعمل ايه؟ طيب 6 كل الحمد لله، 6 كل 6 كل. حلو حلو، بلعب حلو لحد دلوقتي، بلعب حلو. عايز رايكم في الكومنتات برده جامد. مش انا قلت لكم يا جدعان الناس مش حلاني؟ الناس شغاله تجري ورايا من كل حته. انا لازم اثبت في بيت، لازم اثبت في بيت، مش هينفع. انا هستناهم، انا ما اعرفش بيعرفوا مكان ازاي، والله بجد ما اعرف مكان بيعرفوا مكان ازاي، مش فاهم. بيجي له حد عندي انا، انا مش فاهم. انا هربت دلوقتي وطلعت على البيت ده، في ناس تحت اهو، في ناس تحت. بيعرفوا منين بقى؟ انا ما اعرفش بيعرفوا مكان منين، ما اعرفش. بس انا هطلع لهم، انا ما اعرفش اجلي حتى لو سكوات. تعالى لا. تعالى لا. ما اعرفش اجلي انا. اقعد لا لا لا، هموت كده، هموت هموت. روق روق روق، املي دمك املي دمك. انا طالع فوق تاني. هو الواد ده لسه موته صح؟ اللي كان في العربيه. العيال دي بتصحى تاني وتجيلي، انتوا عايزين مني ايه يا جدعان؟ هو مفيش غيري؟ هو مش فاهم انتوا بتعاملوا السكوره كده ليه؟ انتوا بتعملوا يهودي؟ في يا جدعان ما بيلعب عادي، في واحد قدامي هو قتل مورو. انا كده صعب صعب قوي صعب. في واحد طالع، في واحد طالع. استنى نروق روق روق روق. يا رب يا رب، استنى عايز عايز اصلح الدرع، عايز اصلح الدرع. واللي طالع لي ده مش عارف اعمل ايه. وفي واحد بره. الموضوع بقى موتر قوي كده اهو. استنى روق 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 روق. انت بتضرب فين انت؟ استنى روق 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 روق. خد خد خد. استنى 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 استنى. ننزل لك ننزل لك، انت فاضل لك دمك في بتاعتك. اقعد يلا اقعد. مش لسه موتك جاي لي تاني؟ انت عايز ايه بالظبط؟ انا مش فاهم. التليفون هيفصل كمان. انت عايز ايه بالظبط؟ انا مش فاهم. العيال دي عايزه مني ايه؟ املى دمك يا عم. انا حطيت التليفون على الشاحن اهو. تمام تمام قوي تمام قوي. انا مش فاهم العيال دي عايزه ايه، انا بجد والله مش فاهم. انتوا عارفين ان انا عندي تحدي؟ طيب انتوا عارفين ان انا اهو. بص التليفون الشاحن، الشاحن بايظ. الشاحن يا رب يكمل معايا، يا رب التليفون يكمل معايا. استغفر الله العظيم يا رب. روق روق روق. هنجيب التحدي، هنجيب التحدي. الحمد لله يا جدعان، عرفت اهرب وعرفت اجري منهم وعرفت ابعد عنهم. ايه ده يا جدعان؟ يا جدعان استغفر الله العظيم يا رب. استنى بس، مش عايز اصيح، انا مش عايز اصيح، مش عايز اصيح. هو فين الواد ده؟ هو فين؟ هو المفروض ورا الشجره، ورا الشجره، ورا ورا البتاع ده التلج. انا تعبت انا تعبت انا تعبت. استنى اهو الواد اهو. ايه ده؟ الواد جابني. استنى الشجره دي ولا كان عامل ايه؟ لا اله الا الله، يا نهار اسود. بصوا يا جدعان، مبدئيا انا عملت اللي عليا في الجيم كلها، وبصوا جبت الكلات المطلوبه اللي هي اعلى من 5 كل في الديو سكواد او السولو سكواد، وانا اعتبر اصلا بلعب سولو سكواد عشان اللي كان معايا مات اكتر من مره. فكده اعتبر الاكونت بتاعي يوم كمان. قولوا لي تحديات، قولوا لي كلام اعمله في الكومنتات وانا هعمله، ودي تعتبر اغلى هديه جات لي. طبعا حتى لو يوم او يومين دي تعتبر اغلى هديه، وان شاء الله اعمل لها تحديات تاني ان احنا ناخده ايام تانية، ودي هتبقى حاجه جامده وحاجه رايقه جدا. واستنوني في فيديو بكره الساعه 9 بالليل، والسلام عليكم وبركاته. سلام. I feel like everything's so different now. Sitting by the fire as you'd watch the flames burn out. I miss the days I wasn't afraid. Now I always have my